السلام عليكم مشاهدينا مع برنامج اتجاهات الصحافة، ونطالع في حلقة اليوم. الحوار الليبي بوادر أمل رغم الاختلافات. دعوات عربية وأوروبية للدفع بالحل السلمي للأزمة الليبية. هواجز دولية من انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. نناقش هذه المواضيع وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب من لندن أستاذ العلاقات الدولية إسماعيل لمحيشي. سيد إسماعيل، أرحب بك معي في برنامج اتجاهات الصحافة اليوم. أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لأخوة المشاهدين. عدد من المتابعين للشأن الليبي عن تفاؤلهم بقرب إيجاد حل سلمي، حيث يرى البعض أن أمام الليبيين فرصة تاريخية لاستعادة الأمن والخروج من حالة الفوضى عبر الحوار، في الوقت الذي يشير فيه متابعون إلى أن الحلول لن تأتي إلا من خلال تجاوز حالة الاختلاف والتنافس بين السياسيين المشاركين في الحوار وتغليب المصلحة العامة. أشار الكاتب الصحفي الليبي إسماعيل غريتلي في مقال نشره المرصد الليبي للإعلام إلى أن الاختلاف بشأن الحوار ما يزال اتجاها فاعلا لدى أطراف الأزمة الليبية المتواصلة بين طرابلس وتبرك، منوها إلى أن كل طرف يؤسس رفضه للحوار من جهة ادعاء الشرعية لكل منهما ما بين انتخابات يونيو 2014 من ناحية، وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لصالح الطاعون على التعديل السابع المؤسس على لجنة فبراير من ناحية معاكسة. وذكر لغريتلي في مقاله إلى أنه ما زال لدى الطرفين قناعة بالقدرة على الحسم ميدانية، وبالتالي تتباطأ الوفود السياسية حتى بعض المشاركين منهم في جلسات الحوار متعددة المستويات بالصخيرات والجزائر وتونس في التوصل إلى اتفاق سياسي متعدد الهياكل يترتب عنه إيقاف القتال. وأوضح كاتب المقال أنه بالتأمل في تركيبة الطرفين الداخلية نتحسس تناقضات بنيوية، أي في أساس النظر إلى التزامات المرحلة السياسية التابعة لأي حسم بينها اختلافات بشأن إطار ومضامين العمل السياسي. وخلص لغريتلي إلى أنه من المهم أن يبتعد المتحاورون ومستشاروهم عن أي صياغة وإقرار لأي شكل تنافسي في المستوى السياسي أو الأمني أو الاجتماعي، ويؤخر التنافس إلى ما بعد الانتهاء من الحوار الوطني الذي يضع تصورات ومعالجات لكل قضايا الاختلاف. أشارت صحيفة أبنت ساين تونغ الألمانية في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى وجود بصيص أمل للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الدائر والحرب الأهلية التي تعيش على وقعها ليبيا بين الأطراف المتنازعة حاليا. وجاء في الموقع الألماني أن موافقة مجلس النواب المعترف به دوليا على مسودة المبادرة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردين ليون تمثل بادرة من شأنها أحياء الأمل بوضع حد للفوضى الأمنية والسياسية في البلاد. ونقل الموقع عن المتحدث باسم مجلس النواب المنحل قوله إن أعضاء البرلمان مدركون للأوقات العصيبة التي تمر بها ليبيا، وبالتالي نحن عازمون على وضع حد لهذه الفوضى. أجرى الصحفي خالد محمود بجريدة الشرق الأوسط حوارا مع المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة. تطرق فيه إلى ملف ليبيا، واعتبر أوكامبو في تصريحاته أن ليبيا بصدد ما وصفه بفرصة ذهبية لوقف الفوضى الراهنة على كل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، لافتا إلى أن الوضع الآن يختلف جذريا عما كان عليه الحال لدى زيارته الأولى إلى ليبيا عام 2011. ويرى المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن ليبيا تتاح لها فرصة ذهبية الآن لكي تثبت للعالم كيف يمكن للعرب أن يقوموا بإصلاح ذات البين، مضيفا نحن الآن نقابل قيادات القبائل الليبية حتى يمكننا أن نرى إذا ما كان يمكننا إيجاد طريقة لحل النزاع القائم حاليا. أجدد الترحيب بضيف الكريم عبر سكايب، هو أستاذ العلاقات الدولية إسماعيل محيشي. سيد إسماعيل، يعني الكاتب الصحفي إسماعيل غريتلي هنا في مقاله يشير إلى الخلاف حول الشرعية كونها الأساس لكلا الطرفين لرفض الحوار،
بداية، ما هو تعليقك على ذلك؟ وهل من مخرج في منظورك يرضي الطرفين؟ أنا في تقديري أن الآن رجعنا إلى بداية الحوار، بداية من نقطة الصفر، أي هناك توافق على الحكومة التوافقية ومهامها وما هي المهام الواجب القيام بها وهي الفترات، لكن الجهة الشرعية هناك خلاف كبير بين الطرفين. كنا في السابق نتوقع أن كان يتم تشكيل جسم واحد جهة شرعية حتى ننتقل من هذه الأزمة، لكن خلاف الجهة الشرعية يعتبر نحن الآن لم نحقق أي إنجاز، لم يستطيع السيد ليون يحقق أي نجاح. كذلك كل الحوارات التي سواء كانت في جنيف وفي غدامس وفي المغرب لم تحقق أي نجاح للمشهد في ليبيا. البعض يرى الآن علينا التوافق بحكومة توافقية والانتقال إلى المسار الديمقراطي، وهو انتخابات مبكرة بعد سنة أو بعد عدة أشهر حتى يتم استقرار الوضع الأمني في ليبيا. إذا بعثة الأمم المتحدة أخفقت في حلحلة الأزمة في ليبيا، السيد ليون كذلك أخفق، مجلس النواب والمؤتمر الوطني أخفقوا كلهم جميعاً بعدم وجود أي رؤية واضحة للمشهد في ليبيا. طيب، لجريتلي أيضا تحدث في مقاله عن قناعة البعض سيد إسماعيل بمسألة الحسم ميدانيا، هل توافق على ذلك يعني؟ وهل أن هذه القناعات هي ما تطيل وتبطئ مسار الحوار؟ لا أتوقع ذلك، لأن المشهد مرعب بالذات في المنطقة الشرقية، بالذات يعتبر في المنطقة الغربية الآن الوضع كفجر ليبيا وقيادات فجر ليبيا مسيطرين على المشهد الميداني، لكن في المنطقة الشرقية بالذات الخلاف كبير جدا الذي حدث، حتى تجد داخل الأسرة من هناك من يدعم في طرف وهناك من نفس الأسرة يدعم في الطرف الآخر. عندما نشاهد موقف المشهد في بنغازي الآن أصبحت مدينة منكوبة للأسف، بنغازي تعاني من وضع إنساني صعب جدا، وضع لا توجد الحاجات الضرورية والحاجات الصحية، الجامعات المدارس كلها تم تدميرها. الإشكالية الآن الإشكالية كبيرة جدا والمأساة كبيرة جدا بالذات في مدينة بنغازي. أنا في تقديري الحل الآن الوحيد هو التوافق على حكومة توافقية وانتقال واتباع المسار الديمقراطي، وأن تكون انتخابات بعد 6 أشهر وسبعة أشهر سبع أشهر حتى نبدأ من جديد لإعداد رؤية لإعلان دستوري جديد لمرحلة انتقالية جديدة. نعم. ونستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها في السابق. طيب، هنا إلى أي مدى أنت سيد إسماعيل توافق على رأي الكاتب في اتجاهه بأن هنالك تناقضات في النظر إلى التزامات المرحلة السياسية التابعة لأي حسم؟ يعني هل تعمل الأطراف المتحاورة حاليا من دون أي رؤية محددة؟ أول إشكالية في ليبيا أن هناك أطراف دولية دخلت في المشهد السياسي في ليبيا. عندما نتكلم ما يقوم بحفتر الآن من جرائم ومن إرهاب للمدنيين، للأسف إلى حد الآن لم نسمع هناك بيانات ومناشدات خرجت من الأمم المتحدة لمن الدول الأوروبية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي الديمقراطية في ليبيا عن أي بيان صادر ضد ما يقوم بحفتر. وللأسف أن المسودة الذي أظهرها بعثة الأمم المتحدة تؤكد على شرعية ما قام به، كل الجرائم التي قام بها المدعو حفتر وحلفائه له الشرعية في ذلك. ومن هنا نحن في تناقض كبير جدا، لا أتوقع السيد ليون له القدرة الآن لعملية قيادة وأن يكون راعي لعملية الحوار بين الأطراف في ليبيا. طيب، صحيفة سايتونغ الألمانية سيد إسماعيل أشارت إلى وجود بوادر أمل للتوصل إلى التسوية السلمية بعد موافقة مجلس النواب في طبرق على مسودة ليون، يعني هل يعد هذا كافيا لهذا التفاؤل؟ لا أتوقع ذلك، المجتمعين في طبرق الآن خارج المشهد السياسي، هم لا يستطيعون الآن الرجوع إلى منازلهم والمدن الذي ينتمون فيه، كيف يكون هذين الأشخاص الموجودين في طبرق يكونوا هم الجهة الشرعية؟ وهم بالأمس يصرح بعض الأطراف من ضمنهم يقولون سنتحالف مع الشياطين من أجل نحصل على السلاح حتى نقضي على الشعب الليبي. إذا العملية لا أتوقع أن المجتمعين في طبرق لهم الرؤية ولهم الحمد ولهم إلى أين يتجه الحوار ولا مدارس الديمقراطية المتنوعة لانتقال ليبيا من هذه المرحلة إلى مرحلة الاستقرار. طيب، إلى أين يتجه الحوار في رأيك؟ أنا أتوقع أن الحوار سيبدأ منذ البداية، وأتمنى أن يكون هناك دراسة للوضع في ليبيا بأكمله بالكامل وإعداد إعلان دستوري جديد لمرحلة انتقالية ثالثة وتكون هي النهائية، وأن نستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها في السابق، لأن الاختلاف في الجهة الشرعية في ليبيا خلاف كبير جدا ولا أتوقع أنه لك حل. وللأسف الأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي إلى حد الآن
تريد تعيق هذه عملية الحوار والتوافق طيب. للخروج من هذه الأزمة. هنا بالحديث على المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو حينما قال أن ليبيا بصدد ما وصفه هو بالفرصة الذهبية لوقف الفوضى الراهنة، هل الطرفين الموجودين الآن المتحاورين عفوا مدركان لهذا الشيء؟ نعم، لكن هي في نقطة أخرى وهي نقطة إيجابية. عندما شاهدنا الهدنة التي تم التوقيع بين القوى الثالثة وبين أهالينا في الشاطئ، وكذلك الهدنة في منطقة العزازية والمناطق الغربية، هذه نقاط إيجابية، وهذا معنى حوار وتوافق على وضع سياسي اجتماعي، وهذا يعتبر ميثاق من مواثيق وحوارات. وأنا أعتبر أن الآن الحوار الليبي هو أنجح حوار. عندما نتكلم عن نجاح لتحقق في المنطقة الجنوب، وهو يعتبر نجاح للحوار والتوافق الاجتماعي لإعداد رؤية سياسية للمشهد المستقبلي، كذلك في المناطق الغربية. نعم. لكن للأسف هناك أطراف في ليبيا لا تريد الاستقرار في ليبيا، تعيق عملية الحوار، عملية التوافق دائما هذه الإشكالية، والسبب الرئيسي في ذلك هو تدخل أطراف أجنبية في الشأن في ليبيا. وبهذا نذهب بك سيد إسماعيل وأنتم مشاهدينا إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، ابقوا معنا. نقلت عدد من الصحف الصادرة مؤخرا تصريحات المسؤولين على المستوى العربي والأوروبي تؤكد على ضرورة الدفع بالحل السياسي وبذل المزيد من الجهود لدعم ليبيا ومساعدتها لإعادة بناء الدولة. ألقى موقع محيط الضوء على موقف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي من الأزمة الحاصلة في ليبيا، علاوة على موقفه من عدم المساواة بين مختلف الأطراف المتنازعة ومساعدتها وتأثير ذلك على سير المفاوضات والوضع الأمني في البلاد. وذكر موقع محيط أن بن حلي حذر من أن عدم مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى حل سياسي للأزمة سيغري أطرافا دولية لم يسمها للتدخل في الشأن الليبي، وهو أمر مرفوض من قبل الجامعة العربية. وأشار الموقع إلى أن بن حلي طالب الدول العربية بأن تدفع الأطراف الليبية باتجاه الحوار. الجامعة العربية تتابع بشكل دائم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا برناردين ليون، كما تطلع على تطور المحادثات. ونقل الموقع عن بن حلي قوله إن مشروع الحل الذي طرحه مبعوث الأمم المتحدة على الأطراف الليبية المتحاورة يتضمن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية لإعادة الإعمار والبناء في ليبيا. تطرقت الصحفية الإيطالية مارغريتا فورلان في مقال على موقع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك الناطقة الإيطالية إلى مداخلة رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي خلال جلسة استماع غير رسمية أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي بشأن القضية الليبية والدور الأوروبي لحلحلة الأزمة فيها. وأشارت الصحفية إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي شدد على أهمية أن تلعب أوروبا دورا في إعادة بناء الدولة، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة وجود عمل أوروبي مشترك لمواجهة الأزمات. ونقلت الصحفية عن برودي قوله إنه يجب أن نسعى لإعادة بناء عمل أوروبي مشترك يهدف إلى زيادة مستوى الوعي لدى القوى الكبرى والفاعلة لإعادة بناء الدولة في ليبيا وبشكل عاجل. سيد إسماعيل، بداية كيف تقيم الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية من الأزمة في ليبيا؟ أنا في تقديري أن الجامعة العربية تدخلت في المشهد الليبي من ناحية سلبية جدا، فهي الآن أصبحت طرف في المشهد، فهي تدعم المجتمعين في طبرق، كذلك هي تدعم في حفتر وما يقوم به حفتر من انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتداء على المدنيين وبالذات في مدينة بنغازي. للأسف الجامعة العربية لا أتوقع أن يكون لها دور إيجابي في هذه المرحلة بحكم المشهد العربي هناك إرباك، لكن في نقطة أخرى وهي نقطة إيجابية الآن، وهو تصدر المشهد العربي الآن المملكة العربية السعودية والنهج والاستراتيجية التي اتبعه الملك سلمان عندما تقلد السلطة في السعودية للاستقرار في المنطقة وتوحيد الصف العربي والإسلامي. وأنا أتوقع أن المشهد الآن سيتغير، لكن في هذا التوقيت بالذات لا أتوقع أن الجامعة العربية تكون لها دور إيجابي في المشهد في ليبيا. طيب، هنا موقع المحيط سيد إسماعيل يشير إلى أن نائب رئيس الجامعة العربية
يلمح في تصريحاته على وجود أطراف دولية هو لم يسميها تريد التدخل في ليبيا في حال فشل هذا الحوار. في رأيك من هذه الدول وإلى أي مدى يمكن أن تشكل خطرا أو عقبات أمام الحوار؟ لا أتوقع أن الآن أي دولة تستطيع أن تتدخل في المشهد الليبي وبالذات من الناحية العسكرية عندما النجاح الذي حققوه قيادات ثوار فجر ليبيا فهم الآن مسيطرين على أغلب الأراضي في ليبيا، وأصبحوا الآن ثوار فجر ليبيا قوة على الأرض، لا يستطيعون، بالعكس هم الآن يواجهوا في الإرهاب الذي يقوم به حفتر، كذلك يواجهون في إرهاب ما يسمى بتنظيم الدولة، كذلك هم الآن يواجهون الهجرة غير الشرعية. أصبحت الآن وجود للنجاحات التي حققه ثوار فجر ليبيا لا تستطيع قوة عسكرية تدخل في ليبيا الآن من الناحية العسكرية. طيب من هي هذه الدول في رأيك التي ألمح إليها؟ من هذه الدول التي قد لمح أو ألمح عفوا إليها نائب هنا رئيس الجامعة العربية؟ لقد صرحت مصر والأردن وكذلك الإمارات بالتدخل العسكري في ليبيا وهذا واضح للعيان، كذلك حتى موقف إيطاليا وفرنسا كان سلبي جدا وكان يدعم التدخل العسكري في ليبيا، لكني أتوقع أن الآن بالذات المشهد الآن الاقتصادي في الدول الأوروبية لا أتوقع أن هناك دول تستطيع التدخل العسكري، ومع العلم الآن في أوروبا هناك انتخابات تكلمنا عن بريطانيا وعلى فرنسا، إذا المشهد في هذه الدول الآن مربك إلا حتى تتم عملية الانتخابات والانتقال للمرحلة الأخرى في عندما نتكلم عن فرنسا أو تكلمنا عن بريطانيا، لكن في تقديري الآن لا تستطيع أي قوة تتدخل في ليبيا بحكم أن قوات فجر ليبيا مسيطرين على المشهد بأكمله في ليبيا وأغلب المدن في ليبيا. طيب هنا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيد إسماعيل يدعو إلى ضرورة وجود عمل أوروبي مشترك لمواجهة الأزمة في ليبيا، أيعني ذلك بأن التمثيل الأوروبي من الأزمة في ليبيا ضعيف؟ أو بشكل آخر هل هو اعتراف ضمني بأن أوروبا مقصرة؟ هي للأسف الدول الأوروبية هذه الدول تدعم في التحول الديمقراطي ودول تعتبر دساتيرها ليبرالية وعلمانية وتدعم في حقوق الإنسان، لكن في المشهد في ليبيا هي انحازت لما يقوم به حفتر من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، هي لم تقف مع العدالة، لم تقف مع حقوق الإنسان في ليبيا، الانتقال السلمي للديمقراطية، أصبحت هذه الدول الآن طرف أساسي في المشهد في ليبيا، لا أعرف لماذا لكن بصورة أعم هذه الدول ضد التحول الديمقراطي في ليبيا، وهذا الآن أصبح واضح للمجتمع الدولي، حتى المجتمع الدولي بصفة عامة، لم نجد أن هناك نية صادقة من قبل المجتمع الدولي لنجاح التحول الديمقراطي أو مساعدة الشعب الليبي في عملية التحول الديمقراطي في ليبيا. وبهذا سيد إسماعيل ستبقى معي عفوا في المحور الثالث والأخير وكذلك أنتم مشاهدينا الكرام. يعتبر تدهور الوضع المعيشي وانتهاكات حقوق الإنسان من أبرز القضايا التي تنال اهتمام الصحف ومتابعتها فضلا عن المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان، حيث تشير تقارير دولية إلى ضرورة الملحة لإيقاف الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني والدولي من قبل جميع الأطراف، لا سيما وأن هذه التقارير تشير إلى أن تعقيدات الأوضاع في ليبيا جعلتها ميدانا خطرا على النشاطات المدنية ومنها مجال الإعلام. بيّن موقع منظمة Security Council Report في تقرير صدر بداية مايو الحالي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيجري الشهر الجاري مؤتمره نصف السنوي عن التطورات المتعلقة بالأزمة الليبية، حيث ستنتهي أشغال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الخبراء لدعم لجنة العقوبات حول ليبيا في سبتمبر 2015 و30 أبريل 2016. وأشار الموقع إلى أن العلاقات بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترا منذ قرار المحكمة بمحاكمة سيف القذافي في لاهاي، مستندة في ذلك على القرار الأممي رقم 1970. وجاء في الموقع الإلكتروني لمنظمة Security Council Report أن إيقاف الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف مسألة ملحة، ويجب ضمان وجود إجراءات مساءلة لمناقشتها خلال المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة. وتتمثل القضية الملحة الأخرى في التهديد المتزايد الذي تشكله المجموعات المسلحة في ليبيا.
ذكر موقع أفريك جات الفرنسي المهتم بالشؤون الأفريقية في تقرير بعنوان الصحافة مهددة في ليبيا في ظل انعدام الأمن أن ليبيا ما زالت ميدانا خطيرا على الإعلاميين في ظل انعدام الأمن والفوضى في البلاد، علاوة على ازدياد الوضع تعقيدا على خلفية تنامي الاستقطاب الثنائي في البلاد. وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه أمام فشل السلطات الجديدة فرض الأمن والنظام لم تكن الكتائب الثورية مستعدة للسماح بالمس بمصالحها في وسائل الإعلام، ما جعل عددا كبيرا من الصحفيين يتعرضون إلى تهديدات مستمرة. وأوضح الموقع في تقريره أن عددا من الصحفيين الليبيين أظهروا شجاعة بالغة بمواصلة عملهم دون الانحياز لأي طرف سياسي أو عسكري، ما يعني وجود أفق لبناء مؤسسات محترفة تدفع باتجاه ديمقراطية حقيقية في ليبيا. سيد إسماعيل، أتتوقع أن يسمي المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أسماء أشخاص لربما مرتبطين بالجرائم في ليبيا في المؤتمر النصف السنوي الذي سيجري هذا الشهر؟ المحكمة الجنايات الدولية ولا حتى مؤسسات التابعة للأمم المتحدة للحقيقة لم تنحاز لحقوق الإنسان في ليبيا عندما قام حفتر بالانقلاب على الديمقراطية وعلى إعلان الدستور وانتهك حقوق الإنسان ودمر المدن. لم نسمع حتى بيان صدر من هذه المؤسسات ولا كذلك حتى من الأمم المتحدة، ولا أتوقع أن هذه المؤسسات جادة جدا في مساعدة ليبيا في عملية التحول الديمقراطي في هذه الظروف وبالذات في حقوق الإنسان والتداول السلمي الديمقراطي. طيب سيد إسماعيل، يعني أترى أن هنالك اهتماما فعليا ودوليا تجاه الانتهاكات التي تحصل في ليبيا ولربما عقوبات ستلاحق منفذيها؟ لا أتوقع ذلك. عندما نشاهد ما يحدث الآن في مدينة بنغازي، هذه المدينة الآن أصبحت منكوبة، لا توجد فيها مدارس، لا مصارف، لا أي مؤسسات للدولة، وأعداد المهجرين كثيرة وعمليات القتل التي تمت كثيرة جدا، ولم نسمع حتى بيان واحد صدر من الدول الغربية، من الدول الأوروبية، لمن بعثة الأمم المتحدة. هناك تقصير واضح بصراحة كل في هذه المؤسسات وفي الأمم وفي المجتمع الدولي بصفة عامة في الانتهاكات في حقوق الإنسان التي حدثت في ليبيا. طيب الحديث عن ما أشار إليه موقع جان أفريك الفرنسي، قال إن الصحافة ميدان خطير في ليبيا، هل يعني ذلك بأن حرية التعبير التي كانت أحد أسباب الثورة قد وئدت؟ هو في الحقيقة عندما نتكلم عن الإعلام والصحافة هذه من أهم مبادئ ثورة 17 فبراير، لكن لابد أن يكون هناك ميثاق حتى 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 للإعلام وللإعلاميين ينحرفوا. للأسف الآن هناك بعض القنوات الإعلامية وبعض الإعلاميين يقومون بعملية للأسف بعيد عن مجال الإعلام وعن الصحافة، بالعكس هم الآن أصبحوا جزء في المشهد السياسي وتعكير هذا المشهد، والبعض منهم من هو من ينادي بالعداوة وبالكراهية حتى أصبح أنه متهم في قضايا إرهاب يقوم به. والنقطة الأهم في ذلك، الظروف في ليبيا الآن صعبة، لا يستطيع أحد الآن إعلامي أو حقوقي أو صحفي أن يخرج ويتكلم. عندما نتكلم عن مدينة بنغازي خاصة لا يستطيع أن يتكلم سواء كان من الطرف هذا أو من الطرف الآخر، بحكم أن الآن لا توجد مؤسسات للدولة في هذه المدينة. في المناطق الأخرى يختلف المشهد نوعا ما، لكن تبقى بدون ميثاق إعلامي وبدون تحول ديمقراطي حقيقي وبدون إعلام حقيقي لإظهار ما هي مبادئ هذه إظهار للعامة ما هو حرية الصحافة وحرية الإعلام، لأن نشاهد بعض الأطراف ما تقوم به من بعض المؤسسات بعيد عن الإعلام وبعيد عن الصحافة، والكل يتكلم عن حرية الإعلام وحرية الرأي الآخر، لكن للأسف عندما هذا بعيد جدا على ما يحدث في ليبيا. أتمنى في المستقبل أن يكون ميثاق للإعلام ويكون هنا والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وأن تكون هذه المؤسسات الإعلامية والصحفية أن يكون لهم دور في عملية إنجاح التحول الديمقراطي الحقيقي في ليبيا. نعم، وبهذا أشكر ضيفنا أستاذ العلاقات الدولية إسماعيل محيشري، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا لك. ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا غالية بوزعكوك في عمان.